هي الهوريزونت كيرف. الهوريزونت كيرف هفوت عليه بسرعة، لأن أنا عايز الملف الثالث هو الأساس الموضوع بتاعنا. الهوريزونت كيرف المنظر بتاعه كأنه فيرتيكال كيرف، حاجة غريبة، نفس المنظر بالظبط ابتدينا فيه في البرتيكال كيرف هنبتدي فيه في الهوريزونتال كيرف. بس الفرق حاجه واحده، انك لو رجعت للملف الاولاني هتلاقيني كاتب اللي شايفه ماشي بانحدار، ثم ضغطت من فوق طياره. الخط الازرق اللي قدامك اللي من على ايدك الشمال، ممكن تشاور عليها محمد اللي على ايدك الشمال اللي. سامعني؟ الو، من ناحيه سامع الصوت حضرتك في مشكله؟ ده حضرتك قصدك على ده؟ ده في البنايه، ده يعني خش جاي لي من الاتجاه اليسار الى اليمين ناحية الشمال الشمال. الخط ده ليس هو انحدار، بلاش انحدار، ده كنا بنشوف في الاليفيشن نقطه او طالع بانحدار وبعدين نغير قيمه الانحدار، بس لسه ما زال طالع. ده بيكون منحنى راس، لكن انا النهارده في مرحله بكون فيها تغيرات، مش في الانحدارات، تغيرات في الاتجاهات. يعني بمعنى اخر، الخط اللي عمله لنا الحضاره ده كان الاتجاه اللي ماشي عليه، وبعدين لقى نفسه روح يغرق في ميه ولا في حاجه، راح محول ونزل، بدل ما هو كان رايح شمال شرق نزل بقى ايه؟ بقى جنوب غرب، وبالتالي عمل الايه؟ الكسره الثانيه. طبعا نفس الوضع ونفس المشكله، مش معقول احنا هنعمل الشارب كورنر مكون من المماس الازرق اللي هو على الشمال اللي بالاصفر دوت اللي احنا عاملين محمد عامله بالاصفر، والمماس الثاني اللي جاي متجه من الشمال لليمين اللي هو اللي وراه على طول مباشره، حتى بيصنعوا مع بعضهم زاويه الفا. زاويه الفا دي هي الزاويه اللي حصل فيها الانحراف عن المسار الاولاني. او هي دي الفا، والفا دي هي الانحراف عن المسار الاولاني. طب احنا هنعمل ايه في الحاله دي؟ هنكون برضو منحنى، مفيش حاجه اسمها القطر هيعدي على البروكن ستريت لاين ده، بقى جزء منه مكسور وهيعدي ازاي؟ ده احنا في البلان دلوقتي، تخيلوا قطر كده هيجي يمشي في خط مستقيم وفجاه يلاقي حته مكسوره، هيعديها ازاي؟ مش هيعرف يعدي. طب اذا نعمل ايه؟ هنعمل برضه منحنى، بس المنحنى ده بقى في البلان، يعني هنسميه منحنى افقي، ونص القطر بدل ما كان في الموضوع بتاع المره اللي فاتت ار في يعني ريديوس فيرتيكال، هنا نص القطر هنسميه ار اتش وده ريديوس بس في هوريزونتال. وما دام كتبت ار سمول يبقى معناها ريديوس وبالمتر كمان، يعني ما تسالنيش طب هي بالسنتي ولا بالمتر ولا بايه بالظبط وحدتها، تبقى بالمتر على طول. يبقى اذا ار اتش هنا احنا عرفناها قبل كده، احنا ما كناش عارفين ار في، لكن ار اتش دي واحنا في الديناميكيه خدنا كابتا ار سي اللي هي الريزيستنس ديو تو كيرف بتساوي 630 على ار اتش. ار اتش دي معناها ايه؟ نص القطر المنحنى الافقي اللي هو عليه الدور دلوقتي. طيب تعالوا نكمل الرسمه الجميله دي. هنقول ان احنا 100% جماعه بتوع الفيزياء وعلمونا في المساله اللي احنا خدناها، فاكرين انتوا المساله اللي جت لكم في امتحان الميد تيرم عن القطار المغناطيسي، كنا بنجيب اف اتش ونديها المعادله بتاعتها ونقول ان هذه القوه عشان القطر المغناطيسي يقدر ما يتقلبش وهو ماشي على منحنى افقي هيتعرض لها. قوم عملنا المغناطيسات الثمان مغناطيسات حدوته بقى اللي انتم عارفينها وحليتوا عليها المساله ومعظمكم جاب نص القطر مظبوط. طيب يبقى اذا معنى كده ايه هو نص القوه الطارده المركزيه؟ هي عباره عن قوه تتولد عندما يسير اي جسم في خط غير مستقيم، خط منحنى. لو كان دائري يبقى القوه تحكم العلاقه اف اتش تساوي دبليو على جي اس على 3 و 6. متاسف
9.6 كل تربيع في واحد على الريتش. القانون ده مألوف عندنا. اه احنا حلينا بيه مساله القطار المغناطيسي، جبنا نص القطر، نص قطر بتاع القطر المغناطيسي لما يمشي بسرعه معينه على جزء من المدائن. طيب طب ما دبلو، ما دبلو دي وزن، وزن القطر. طب وجي 981 عجله الجاذبيه الارضيه. طب وايش ما قلنا دي السرعه، طب ليه كاتبها كابتن؟ اصل انا، انا كمهندس يهمني ان انا اجيب السرعه بالقرايه اللي بقراها على عداد اي عربيه. انا لما اشوف عداد اي عربيه الاقي مكتوب عليه عداد السرعه، الاقي الارقام اللي مكتوبه دي هسال هي بالمتر مش على الثانيه ولا بالكيلومتر في الساعه، من غير مناقشه ومن غير ما تتعامل هي بالكيلومتر في الساعه. طب احنا مهندسين ولا، ولا احنا ناس بتوع نظري بتوع علم علوم بس؟ لا احنا مش بتوع علوم، احنا بتوع هندسه. طب ايه الفرق بيننا وبينهم؟ هم يستعملوا السرعه بالمتر على الثانيه، ده الكلام ده قديم، وبالتالي هندي لهم السرعه بالمتر على الثانيه وهنسميها اس سمول. انا هنا كتبت اس كابتن، لكن القانون ده اساسا اللي جايبوه لي بتوع علوم، يعني هم حاطين اس سمول. انا اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ بسيطه خالص، هحط الاس كلها على 3.6 اس التربيع، مش اقول اس تربيع على 3.6، لا اس على 3.6 الكل تربيع، يعني بتتربع السرعه مرتين عشان نحولها من كيلومتر في الساعه لمتر في الثانيه، عشان القانون ده افيلابل لما تكون السرعه بالمتر في الثانيه. فعشان خاطر الجماعه حبايبنا بتوع العلوم احنا لازم نحترم ان هم اللي حاطين القانون ده، ندخل لهم الوحدات بالوحدات اللي هم يعرفوها. يبقى اذا العلاقه دي مش عايز اناقش فيها. يبقى اذا اف اس بتساوي دبليو على 981 في اس تربيع. على فكره 3.6 لو ربعتها هتلاقيها تطلع 12.96%، طبعا دي مش مشكله، دي واحد على الريش، ما عملتش اكتر من ان انا ايه بعوض في المعادله دي. طيب طب ما انا اقدر اقول لك حاجه، طب ما نقدر نحط الدبليو اللي هي وزن القطر او وزن الجسم نقسم يعني على دبليو في في كلا الطرفين بتوع المعادله. يبقى نبص نلاقي ان اف اتش على دبليو تساوي 1 على 127 في اس سكوير على ار اتش. حاجه غريبه قوي، هو ال 127 دي جت منين؟ ابدا ما جاتش ولا حاجه، اضرب 981 في 12.96 تطلع لك 127. 127 ده، ده رقم من مقدسات السكه الحديد، غريبه قوي. قال لك ان هو لم معنى كده ان انا القوه الطارده المركزيه بتاعتي هتكون قيمتها 1 على 127 من وزن الجسم، يعني مثلا وزن القطر مثلا بلاش، افرض ان انا راكب جوه عربيه والعربيه دي انا وزني 127 كيلو، انا وزني 127 كيلو، القوه الطارده المركزيه لو نص القطر المنحنى اللي انا همشي عليه يساوي مربع السرعه اللي العربيه اللي انا راكبها ماشي عليها، هتلاقي ان القوه الطارده المركزيه تبقى 1 على 127 من وزني، يعني لو انا وزني 127 كيلو جدلا ابص الاقي القوه الطارده المركزيه ضافت ايه؟ ضافت هذا الواحد على الـ 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 القوه اللي انا بركبها. طب لو كنا في المنحنى الرأسي، نرجع تاني بس مش هرجع على بس هتكلم عن المنحنى الرأسي. طب ما احنا قلنا ان ار بي بيساوي اس سكوير، مش فاكرين اول قانون في المنحنى الرأسي ار بي بيساوي اس سكوير؟ ووعدتكم لو انتوا فاكرين، لو رجعت الفيديو بتاع المنحنى الرأسي وعدتكم بان انا هقول لكم ليه ار بي بيساوي اس سكوير، ليه ار بي خدناها بيساوي اس سكوير، لان لو نص القطر عندك يساوي مربع السرعه بتاعه الجسم اللي بيمشي على المنحنى، القوه الطارده المركزيه هتبقى تساوي 1 على 127 من وزن هذا الجسم. يعني باختصار لو انا كنت راكب قطر وعلى منحنى، المنحنى دي بقى انا بتكلم عن المنحنى الرأسي، القوه الطارده المركزيه هتبقى لو منحنى تحدب، يعني منحنى يعني منحنى تحدب يعني ايه؟ يعني كريش كير، ابص الاقي القوه الطارده المركزيه هتروح من اقصى وزن كيلو
يعني لو انا 127 نفسي بقيت 126، ايه اللي حصل؟ ما هو انت ما دام حطيت لي نص القطر بتاع المضرب اسكوير يبقى على طول ماشي فعلا طالع على منحنى محدد، تلاقي وزنك بيخف، بس مش بيخف لدرجه انك مثلا تلاقي نفسك طلعت فوق وسبت الكرسي اللي انت قاعد عليه، لا طبعا هو بيخف من 1 كيلو من في ال 127 كيلو، انا ما فيش واحد اتخن تخين فينا ما جابش ال 127 كيلو، لو جابهم اللي هينقص من وزنه 1 كيلو مش هيحس بيه هو حد، وعشان كده ما فيش خطوره. طب افرض ان كان المنحنى سكر، ال 127 هتبقى ما دام سكر يبقى المركز بتاع المنحنى الراسي موجود فوق راسك مش تحت رجليك، طب ولما يكون موجود تحت فوق راسي ايه اللي هيحصل؟ هتبقى القوه الضاريه المركزيه بتزود على الوزن بتاعك ال 1 كيلو جرام، يبقى معنى كده هتبقى انت في الحاله دي هتبقى 127، هتبقى 128. طيب الكلام ده قديم، انا مش بتكلم عنه دلوقتي، انا بس جبت سيره ليه خلينا ار بي بيساوي اس سكوير، لان لما تخليها الار بي يساوي اس سكوير القوه الطارده المركزيه تساوي 1 على 127 من وزنك، وعشان كده احنا لما صممنا المنحنيات الرأسيه حطينا العلاقه دي عشان يبقى القوه الطارده المركزيه لما امشي في منحنى راسي مش خطيره قوي، يعني مش هتروح مطيراني وترفعني عن الكرسي اللي انا قاعد عليه وبص انا نفسي طرت وطرت ناحيه السقف، لا دي قوه خفيفه قوي، بحيث انها ده طبعا بشرط ان احنا لازم نحقق الشرط اللي هو ايه، ان ار بي يساوي اس سكوير، لازم احقق الشرط ده، ما اقدرش احققه وانا بعمل المنحنى الافقي. ليه؟ لان الشرط ده بيخلي لي نص القطر، لو القطر ماشي بسرعه 100 يبقى نص القطر 10، 100 في 100 يعني 10000، 10000 متر يعني 10 كيلو، لو عملت لي نص قطر منحنى افقي 10 كيلو يبقى انت علشان تخفف لي ايه القوه تعمل لي منحنى 10 كيلو، 10 كيلو يعني بقى خط مستقيم في الافق ما ينفعش، طب امال هنعمل ايه؟ لا معلش بقى ده موضوع تاني، وهو ده اللي عقد المنحنى الافقي عن المنحنى الراسي. نرجع تاني. طيب يبقى اذا معنى كده ان احنا وصلنا للعلاقه اللي هي في 1/6 اخر حاجه عم بيصفرها لنا محمد، ان ار بي بتساوي اس سكوير تحت الكونديشن ان القوه الطارده المركزيه الى الوزن بتاع الجسم اللي مائل بيتحرك في هذا المنحنى، هذه النسبه بينهم بنسبه 1 الى 127، وعرفنا 127 هي عباره عن حاصل ضرب 9.81 في 12.96 اللي هو الجي لعجلة الجاذبية الأرضية 89، وال 12.96 دي هي معاملة تحويل 3.6 بس من ربعه عشان السرعة موجودة لنا في المعادلة دي. ننقل على صفحة 2.6. صفحة 2.6 عجيبة، ليه بقى؟ عمل لي حاجة غريبة، راح رسم لي منحنى أفقي في البلان وكاتب انا بعرف ازاي انا جبان، اول ما الاقي مكتوب بلان اعرف ان ده منحنى افقي، لما الاقي مكتوب اليفيشن يبقى ده منحنى راسي، فانا بصيت لقيت في البرويزي بالازرق كلمه بلان يبقى انا عرفت ده منحنى ايه افقي، بس عامل لي حاجه غريبه، استعمل لونين، استعمل لونين، اللون لون احمر كاتب ايه الانر رين، واللون اللي تحته واللون ازرق كاتب الاوتر ريل، طبعا محمد شغال معايا وفاهم الموضوع بيمشي معايا، الله هو القطر بيمشي على قطرين، ايوه يا حبيبي احنا اتفقنا بقى ان احنا مش هنعمل مستوى من الحديد ده غالي جدا، فبنعمل ايه محلل هندسي للتلامس العجله مع الارض بيعمل خط مستقيم او خطين متوازيين كل عجله، يبقى اذا انا هعمل الجزء ده بس اللي من حديد وهذا الحديد اللي هو سميناه الريل او القضيب، وعشان كده انا عندي قضيبين، بس المشكله اللي عندي ان في قضيب خارجي وقضيب داخلي، طب لو كانت الشكل منحني زي ما احنا شايفينه في الرسمه كده في البلان ان بقى في منحنى عندي ابتدى المنحنى ده من نص قطر ار في ناحيه الشمال وكان قبله تانجن وبعد كده ناحيه اليمين خلص هذا المنحنى بار في، هذا المنحنى مش هتتولد فيه قوه طارده مركزيه، هتتولد فيه قوه طارده هترميني بره المركز بعيدا عن المركز، طيب يبقى اذا اقدر اسمي القضيب الاحمر القضيب الخارجي، خارجي بالنسبه لايه؟
للمركز. طب امال الازرق الداخلي يعني؟ اذا الاوتر ريل هو القضيب الخارجي من بعيدا عن المركز، والانر ريل هو الداخل المركز. طب ايه الحل اللي انت عايز بقى تعمله؟ قال لك ما هو لازم القوه الطارده المركزيه دي هتقلب القطر على جنبه. الله، طب ما احنا خدنا القوه الطارده المركزيه في الفيرتيكال كيرف وما قلبتوش. مين قال لك؟ لا، هي ما كانتش بتقلبه في الفيرتيكال كيرف. امال كانت بتعمل ايه؟ ما كانتش بتقلبه. امال كانت بتعمل ايه؟ كانت بتنقص الوزن الكيلو لو كان هو بيمر بكريست كيرف، وبتزود كيلو لو كان بيمر بسكر. يعني بمعنى اخر، لما احنا حطينا ار في بيساوي اس سكوير، اطمنت ان القوه نسبتها للوزن تساوي 1/127. فعشان كده انا حتى افترضت ان انا وزني 127. مفيش ادخن تخين فينا ما جابش الوزن ده، لكن انا بفترض هذا الموضوع عشان ابين ان التاثير طفيف. يعني انا لما ابقى ماشي على منحنى، متصمم على ان ار في منحنى راسي، طبعا يا جماعه ار في انا بتنطط بين المنحنى الراسي عشان هخش بعد كده منحنى افقي، بس المنحنى الراسي ومنحنى افقي انا بعمل فروقات بينهم عشان داخل على المنحنى الافقي. دي كلها مقدمه ان انا عايز اخش على المنحنى الافقي لانه دهمه كبير. يبقى ايه؟ ار في هتكون بتساوي اس سكوير. لو انا حطيت القاعده دي، يبقى انت وزنك، لو انت وزنك 127 كيلو وماشي على سكر، واحنا خلاص على كريست كيرف في الاول، تلاقي وزنك بينقص كيلو. ليه؟ لان القوه الطارده المركزيه هتحذفك بعيد عن مركز المنحنى، والمنحنى في الكريست كيرف بيبقى موجود تحت رجليك. طب لو كان سكر هيبقى فوق دماغي. طب لو فوق دماغي هيعمل ايه؟ هو هيعمل ايه؟ هيدكني، هيطردني بقى بعيد عن الايه، عن المركز بتاعه اللي هو فوق، ويدكني في الارض، يزود وزني بدل ما هو 127 كيلو هيبقى 128 كيلو. هذا الرقم هايف، ما يؤثرش اي مشكله. المصيبه بقى لما يكون منحنى افقي، يقلبني شمال ويمين. وبعدين طب ما تخلي ار في بيساوي اس سكوير. يا حبيبي، ما قلت لك لو خليتها يبقى هتعمل نص قطر 10,000 متر لو القطر ماشي بسرعه 100 كيلومتر في الساعه. 10,000 متر يعني كانه خط مستقيم. ما ينفعش، احنا عايزين نخلص المنحنى بسرعه عشان نحاول نخش من الشمال الشرق للجنوب الغرب مثلا، لو عايزين نغير اتجاهنا. فغيروا من خلال منحنى نص قطره 10 كيلو، ده بقى خط مستقيم. طيب انت مضطر انك تحط ار اتش رقم يمكن حوالي 500 متر بس، 1000 متر يوم ما نتمعظم قوي، يوم ما نقول هنعمل منحنى نص قطر كبير قوي مش هيزيد عن 2000 متر. يعني مش هيبقى 10,000 متر بقى، مش هيبقى 10 كيلو، لا عمره ما هيبقى كده. يعني انت مش هتطبق القاعده بتاعت ار في بتساوي اس سكوير، لا مش هتطبقها بالمنحنى الراسي الافقي. انا طبقتها في المنحنى الراسي، ووعدتكم بان انا اول ما هبتدي المنحنى الافقي اقول لكم العلاقه ليه بنخد ار في بتساوي اس سكوير. طيب لكن انا دلوقتي في موضوع ار اتش، ايه اللي عملته دلوقتي؟ انا رحت جايب القضيب الاحمر الخارجي ورفعته، بس رفعته تدريجيا. ما انا ما اقدرش اخلي الاثنين جنب بعض، واول ما يظهر المنحنى القضيب الاحمر يروح فجاه كده يرتفع بمقدار. انتوا خدتوه في الطرق، اعتقد انكم درستوا الطرق، خدتوه اللي هو بالسوبر اليفيشن اللي هو سمول اي. السوبر إليفيشن ده اللي هو في الطرق هو نفسه اللي عندي بنفس التعريف، ومعناه فرق في منسوب الانر ايدج والاوتر ايدج. انا عندي بقى مش هقول الانر ايدج والاوتر ايدج، في الطريق بيقول في الحافه الداخليه للطريق والحافه الخارجيه فرق المنسوب بينهم قد ايه. هو ده الاي. انا الاي عندي هنا بدل ما هي حافه بقى ريل، بقى الريل الداخلي والريل الخارجي، الانر ريل والاوتر ريل. ايه الفرق بينهم بقى؟ احنا هنيجي نبص للرسمه اللي ما سميتهاش اليفيشن، على فكره ما سميتهاش اليفيشن، انا سميتها سوبر اليفيشن. انا مش هرسم الاليفيشن، انا مش هرسم الاليفيشن وبين القضيب بالكامل والفلنكات تحته، ده اسمه اليفيشن. لكن انا هرسم بس الفروقات بين في المناسيب بين القضيب الاحمر والقضيب الازرق. الفرق بينهم ايه؟ الاي. طب يبقى معنى كده، طب الاي دي لو انا افترضت ان القضيب الاحمر ابتدى على ايدك الشمال، شاور لي على ار اتش اللي على ايدك الشمال في البلان اللي هي هتمثل بدايه المنحنى الافقي. معايا يا احمد؟
ايوه اطلع لي بقى على الرسمه اللي في البلان في اول الصفحه، وشاور على ار اتش اللي هي بدايه المنح. ايوه لا ار اتش بقى خش. ايوه هي دي ار اتش. ار اتش دي يا جماعه هي دي بدايه المنحنى الافقي. يعني معنى كده ان المنحنى الافقي عندي ما تكونش غير لما اهو بالظبط. شوف شاور لي نشن لي بالظبط على النقطه دي. طب النقطه دي المفروض اول ما اوصل لها الاقي ايه اللي هيحصل؟ اول ما اوصل لها الاقي ان القضيب الاحمر لازم يرتفع عن القضيب الازرق بقيمه تعمل توازن بين القوه الطارده المركزيه والاماله بتاعه الايه القضيبين لما هيرتكز عليهم العربيه. طبعا هنشوف الكلام ده في القطاع العرضي، بس دلوقتي هنا هذه النقطه معناها ايه ده؟ معناها انك انت القضيبين ماشيين جنب بعض، واول ما اجي عند النقطه اللي هي قلنا عليها بدايه المنحنى اللي هو شاور عليها دلوقتي، ايوه اهو بيشاور عليها دلوقتي هو الاخر، هي دي النقطه دي لازم القضيب الاحمر يرتفع عن القضيب الازرق بسوبر اليفيشن كاب سمول اي. طبعا الكلام ده مش هيحصل. ليه؟ لانك انت تخيل انت عمال بتطلع على مطب صناعي، والمطب الصناعي ده بيصنع زاويه 90 درجه، ده كل العربيات اللي هتخش على المطب ده هتتدمر وهتتكسر حتت ورا بعضهم هيلبسوا ببعض. طب امال نعمل ايه؟ لازم نعمل رامب. يعني ايه؟ يعني نعمل ميل. مش معقوله انا هوقف الايه الانحدار كده 90 درجه على الطريق واقول عدي تعدي العربيات، ما لازم تميله. طب انا هنا في سكه الحديد محتاج اميله، طب ما انا هميله. طب ما انا بقول لك ميله عند اول ما ابتدى المنحنى، قال لك لا ميله قبل ما المنحنى يبتدي بمسافه هنسميها ال اي على 2. طب وايه بقى ال اي على 2 الظهر الجديد دي؟ ما هو ال اي هي الطول بتاع المسافه اللي هيتم فيها الانحدار يكمل. يعني بمعنى اخر انك انت عايز توصل لاي، هتوصل لاي دي من خلال رامب او انحدار. هذا الانحدار طوله على الافقي ال اي، طب وارتفاعه اي، يبقى طب الميل بتاعه قد ايه؟ الميل بتاعه 1 إلى 10 إس. 1 دي طبعا الارتفاع، و10 اس دي الايه المسافه الافقيه اللي ارتفع فيها القضيب الخارجي عن القضيب الداخلي. يعني نقدر نقول ان اشوفه على فكره محمد على طول راح منشن جاب ال اي على 2 بالاخضر اللي هي قبل نقطه بدايه المنحنى، جبنا ابتدينا نرفع القضيب الاحمر قبل النقطه بدايه المنحنى مش عندها بالظبط بمسافه ال اي افقيه. طيب وبعدين وكملت ال اي على 2 بقى كانت ال اي على 2 في الافقيه، لا هجيب ال اي على 2 بقى بعد ما امر بالمنحنى، يبقى المجموع بتاع ال اي على 2 قبل المنحنى وال اي على 2 اللي بعد المنحنى هم ال اي. يبقى ال اي دي هي المسافه الافقيه المناظره لارتفاع اي. هذه المسافه خلالها يحصل ايه؟ الانتقال التدريجي، بالعكس انا هقول كمان لينيرلي، يعني بانتقال خطي للقضيب الاحمر يرتفع عن القضيب الازرق علشان يوصل للسوبر اليفيشن. وانت عايزه يرتفع ليه؟ عشان يقلب العربيه، وانا عايز العربيه تتقلب. ايوه عايزها تتقلب. وهنشوف القطاع الكروس سيكشن الرسمه اللي تحتها على طول، السايد فيو مثلا كروس سيكشن، ازاي العربيه احنا قلبناها؟ قلبتها ليه؟ لانك لو ما قلبتهاش هي هتطير بعيد عن المركز، فانت تقلبها بحيث انك تبقى تخليها ايه؟ زي الاوتوماتيك بالانس كده، هنخليها هي مايله جوه المركز. طيب لما تيجي القوه الطارده المركزيه ما تقلبهاش ليه؟ لان المركبه بتاعه الوزن بتاع العربيه وهي مايله هتمتص القوه الطارده المركزيه، لا انت هتحس بان انك انت رحت ناحيه شمال ولا ناحيه يمين. يا سلام بقى هو كده. واحنا لما عملنا السوبر اليفيشن في الطرق او في السكه او في اي مكان، عندما يمر اي عربيه او اي وسيله انتقال تمر في منحنى افقي هتعاني من قوه طارده مركزيه. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا هذه الارض اللي هي عليها المنحنى الافقي دي نعمل لها اماله داخليه، يعني نكون منحنى كده. على فكره اللي منكم بيشوف سباق الموتوسيكلات يلاقي الولاد بتوع الموتوسيكلات العفاريت بيعملوا ايه لما يخشوا على منحنى افقي؟ يلاقيهم ميلوا، تخيلوا بيميلوا الموتوسيكل بجسمهم كده ويميلوه بحيث ان هو يبقى
ايه بعيدا عن المركز، يعني الموتوسيكل يبقى المركز مثلا جاي لي من ايدي الشمال، من ايدي اليمين لايدي الشمال، هو يعكس الدنيا. فاهمين يا جماعه الكلام؟ طب يبقى اذا ما انا عندي مشكله في النت على فكره، فبضطر في المهم. فانا بكلمكم لان عشان كده خايف من المشكله ان النت يضايق. لما تلاقوا الصوره مش الصوت مش واضح او اي صوره بلغوني اتنقل من المكان. طيب يبقى إذن أنا المنظر الثالث اللي هو الشكل الثالث في الصفحة نمرة 2-6 دي هيحللي التلاصم اللي احنا دخلنا بيها. إيه هي؟ قوة طاردة مركزية FH. شاور لي على FH بالأسود في الرسمة نمرة 3. طيب يا نهار أبي، يا سلام عليك أبو حميد. تمام، هذه FH. FH دي هي القوة الطاردة المركزية. لو أنت ما عملتش الإيمان اللي احنا هنعملها دلوقتي اللي هخلي القضيب الأحمر يعلو عن القضيب الأزرق بمقدار إيه، القطر ده كله هيروح القوة طاردة واخداه وقلبه على جنبه الإيه اليمين. طب إيه الحل بقى في الحالة دي؟ إن احنا هنروح عاملين الإمالة. طيب طب ما القطر ده كان له وزن، طب ما الوزن موجود عمودي على الايه العمودي على الافقي، يعني بمعنى اخر الوزن بيبقى تاثيره راسي. طب الوزن دبليو ده شاور لي على دبليو كمان بالمره يا محمد. دبليو اللي هي ايوه هي دبليو دي، هي دي وزن القطر. طيب ايه بقى اللي هيحصل بقى لما انت عملت الاماله دي؟ حلت المشكله ازاي؟ الغريب حاجه غريبه، انا مش قلت لك الولد بتاع الموتوسيكل بيميل الموتوسيكل علشان ما يتقلبش هو وهو فايت على المنحنى الافقي ما يتقلبش بره؟ أي طيب هو لما بيعمل كده بيجيب مركبة للوزن بتاعه في اتجاه ضد يعني اتجاه مركبة ناحية مركز الدائرة، وهو القوة الطاردة عايزة تبعده عن مركز الدائرة، ومن التاني يتزنوا الولد يفوت على خير ويعدي على المنحنى ده من غير أي مشكلة. وهو سباق الموتوسيكلات الفن بتاعه بيدربه على إن هو يعمل الإمالة دي قد إيه بالظبط. هو بيعملها بعفوية من كتر التدريب، يظبط نفسه على الإمالة دي. أنا هعملها هنا هندسيا لأن أنا في مشكلة مواجهتني. هو بيروح مميل الموتوسيكل، يميل الموتوسيكل يجيب المركبة دي. أنا ما عنديش موتوسيكل، أنا عندي عربية، يبقى إزاي حميل العربية بقى؟ إزاي بقى هنطط فرد الكويش ناحية الشمال أخليهم يرتكزوا وناحية اليمين أرفعهم في الهواء؟ لا، وما أعمل إيه بقى؟ أنا بدل ما هو كان بيميل الموتوسيكل أنا هأميل السكة اللي ماشي عليها العربية. وعشان كده في فرق كبير قوي بين سباق الموتوسيكلات وبين السير على العربيات والقطارات. السير بتاع القطارات بيسير بمستوى، بينما للعربيات بالنسبة للموتوسيكلات هو عبارة عن عجلتين ورا بعضهم، مش أربعة زي العربية بتاعت السكة الحديد أو أربع عجلات أو في عجلتين في كل محور. لا طيب يبقى إذن أنا وصلت المرحلة إن أنا عملت الإمالة دي. إيه اللي حيحصل بقى؟ الإمالة دي مش معمولة برضو بزاوية؟ الزاوية دي ممكن نسميها ألفا. ماشي يا سيدي هنسميها لك ألفا، مع أنك أنت مسمين لها ألفا دي للانحراف، مش مشكلة، أي زاوية هنسميها ألفا لغاية لما نستقر. طيب هنقول إن الزاوية دي ألفا. طب ما احنا نقدر نحلل مركبة القوة بتاعت الـ FH دي لمركبة بتصنع ألفا عمودية على العربية، أو بمعنى آخر موازية للمستوى بتاع الإمالة، والتانية عمودية على المستوى المايل ده، أهم المركبتين. بقى عندي هنا هو FH أهو، شو محمد بيشاور عليها بالأخضر أهي، FH كوزين ألفا دي مركبة FH الموازية للميل، و FH ساين ألفا أيوه أهي FH ساين، لا FH ساين أيوه هي FH ساين ألفا أيوه هي دي FH ساين ألفا، دي مركبة الإيه القوة الطاردة المركزية في اتجاه عمودي على المستوى. طب ما تيجي نحلل بالمرة دبلو. خلي بالك بقى، لو احنا قلنا إن دبلو هي رأسية، يبقى إذن العمودي على أو بمعنى آخر المركبة العمودية على المستوى بتاعها أو على طول هو كتب لي دبلو كوزين ألفا. طيب وطب واللي جاية من السي جي من المركبة من السي جي بتاعت الوزن هتبقى بشوف هو دبلو ساين ألفا. على فكرة كده أنا وصلت الحاجة إيه هي؟ إن كده ممكن يحصل الاتزان. إزاي؟ لو دبلو كوزين ساين ألفا تساوي FH كوزين ألفا،
يبقى ولا وانا هروح شمال ولا يمين، وبقيت عملت زي الحركه اللي عملها الواد بتاع الموتوسيكل وهو ماشي على المنحنى، هو عوج نفسه، انا ما قدرتش اعوج نفسي، انا عوجت الطريق. وعشان كده الجماعه بتوع الطرق والجماعه بتوع السكه بيعوجوا الطريق ويصمموا، يطلب منك انت كمهندس يقول لك قول لي الاي اللي عوج فيها قد ايه، قول لي الاي السوبر اليفيشن بين الانر ريل والاوتر ريل، هو دي القضيه بتاعتنا. طب بس في سؤال، طب وساين الفا دي هجيب بقى من انا بقى واقعد ايه ساين الفا دي ولا ايه؟ قال لك لا ابدا، ساين الفا دي هي عباره عن اي على كابيتال اي. استنى، انت قلت لي الاي انا عرفتها، الاي اللي هي سوبر اليفيشن، القضيب الاحمر يرتفع سطحه الخارجي سطحه العلوي عن القضيب الازرق سطحه العلوي يرتفع عن بعضهم قيمه اي راسيه. طب امال كابيتال اي؟ كابيتال اي هي المسافه من السنتر لاين للسنتر لاين بتاع القضيبين اللي متجاورين. طب دي تتاخد حوالي كام؟ متر ونص. انت حافظها؟ اه حافظها، متر ونص، 1500 ملي. طب ليه قلتها بالملي؟ اصل حديد يا عم، الجماعه بتوع الستيل تلاقيهم كاتبين لك اللوح بتاعتهم ديمز ان ملي، بتوع الخرسانه يقول لك ديمز ان سنتي. يعني ايه ديمز؟ الدايمنشنز بتاعته بيختصرها بكلمه ديمز. في الحديد تبقى بالملي. طب انا هنا سكه حديد، انا سكه حديد انا بتاع الملي. عشان كده كل الابعاد لما هتكلم عن القضبان والسوبر اليفيشن هخليها بالملي، هتلاقيني كاتب لك اي السوبر اليفيشن بالملي. وهقول لك هنا ان المسافه كابيتال اي برضو بالملي، يعني ما اقولش انها متر ونص، اقول انها 1500 ملي. طيب كابيتال اي دي هنشوفها في الصفحه الجايه جايه ازاي، بس هي دلوقتي مبدئيا ناخدها 1500 اهو هيبتدي بقى. بس خليني الاول، خليني في الصفحه 26 عشان اخلص الجزء ده. يبقى اذا كابيتال اي عباره عن مجموع حاجتين، كابيتال جي زائد دبليو ار 1. كابيتال جي زائد دبليو ار 1 دي هحكيها في الصفحه 37 36. خليني دلوقتي اخلص الجزء ده. انا برافو عليك، انقل لي بقى 36 كده وخليني المسافه يعني 26 اخرها باين. ايوه خلي، لا ايوه خلي، ايوه انزل سنة كده. انزل يا محمد. ايوه 26 خلي الجزء اللي تحت ده باين وصفحه 36 الجزء اللي فوق باين، لان انا عايز اربطهم ببعضهم. تمام انت فهمت قصدي. بصوا بقى يا جماعه، التحليل اللي هقوله ده هو تحليل الاتزان في الاتجاه موازي لمحور الاماله او للطريق اللي معي. يبقى اذا عباره عن ايه؟ اف اتش كوساين الفا ناقص دبليو ساين الفا يساوي صفر. لا ما يساويش صفر، يساوي دبليو جي في اي. يا حبيبي يساوي صفر، ما احنا قلنا عايزين نعمل اماله مركبه تمتص القوه الطاردة المركزية. فقلت القوة الطاردة المركزية حللتها في المستوى اللي ممكن فيه العربية تزحلق اللي هو المستوى الموازي للمحور المائل. طيب لما حللتها قلت اف اتش كوساين الفا ناقص دبليو ساين الفا، الاثنين دول لازم يساوي صفر. عمرهم ما هيساوي صفر. يا سلام، عمرهم ما هيساوي صفر. مين قال لك انهم يساوي صفر؟ طب ايه اللي يمنع يعني؟ ده يساوي صفر في حالة واحدة، لما يكون القطر ده متر أنفاق، في متر أنفاق فقط. المترو اللي انت بتركبه في القاهرة الكبرى دوت، هذا المترو معمول حساب ان المعادلة دي اف اتش كوزين الفا ناقص دبليو كوزين الفا يساوي صفر. القطر اللي بتركبه بين الأقاليم ما يخضعش للعلاقة دي، بيساوي دبليو على جي في اي. مش عارف، انا حاسس كده ان الموضوع هيفور مننا ابدا ولا حاجه. انا بدردش معاكم في التراوه كده ونشوف ايه الحكايه. اصلي انا قلت في متر الانفاق اخليها تساوي صفر ليه؟ لان مفيش غير مترو، جميع خطوط القطارات اللي هتمشي على المترو ذات سرعه واحده، جميع خطوط القطارات اللي هتمشي على المترو قطارات ركاب، مفيش بضاعه. جميع القطارات اللي هتمشي على خط المترو، مترو الأنفاق طبعا اللي بتكلم عنه، هذه القطارات كلها ذات طراز واحد، ذات قدرة واحدة، كلها كأنها إيه، شريحة واحدة زي بعضها.
طب على الخط بقى بين فيوم وبين مش عارف بني سويف، الحته دي هيفوت عليها قطارات ركاب بس ولا قطارات ركاب وبضاعه؟ لا طبعا قطارات ركاب وبضاعه. الله، طب وهل جميع قطارات الركاب اكسبريس ولا في منها شويه ركاب وشويه قشاش وشويه اكسبريس؟ في كل الانواع دي. الله، يعني معنى كده ان السرعات مختلفه. ومن هنا ما اقدرش اقول ان القيمه بتاعت اف اتش كوساين الفا ناقص دبليو ساين الفا تساوي صفر. ليه؟ اصل اف اتش ليها علاقه بالسرعه، ما انت قلت لي انها بتساوي دبليو على جي في اس على 3.6 وقلت الكل تربيع، يعني معنى كده انها بتتناسب تنظيميا مع السرعه. يعني معنى كده ان الاف اتش دي لو فات عليها قطر سريع هتحذفني حتفه جامده، لو قطر خفيف حنين زي بتوع البضاعه هتبقى الحادثه بسيطه. طب ايه الحل بقى دلوقتي؟ قال لك تسيب عجله متبقيه من الفرق بينهم. هذه العجله هسميها سمول اي. وعلى فكره انا مش مستعجب، لان سمول اي دي مش فاكر انا جيت لكم في الامتحان ولا لا، قلت لك ارسم العلاقه بين السرعه وسمول اي. سمول اي كانت عباره عن ايه؟ العجله المسببه للحركه. حتى قلنا لما القطر يمشي بسرعه قصوى تبقى ايه دي بصفر، سمول اي بصفر، عشان بس في كابيتال ايه لازم اقول سمول اي. سمول اي بصفر وحدتها متر على الثانيه تربيع. لما العجله المسببه لزياده السرعه تساوي صفر يبقى السرعه مش هتزيد، يبقى دي هي السرعه القصوى. طب هنا بقى حطيت ايه ليه بقى؟ اصل دي العجله اللي كنا بنتكلم عليها في الديناميكيه كانت عجله طوليه، تزود سرعه القطر او تبطئه، ممكن تفرمله كمان بس تخليها عجلة فرامل. إذن الاي من غير اي هي عجلة طولية، يعني مسؤولة عن زيادة سرعة القطر. أمال الاي هي عجلة عرضية مسؤولة عن ان تقلب القطر، يعني مؤذية مش مفيدة، تقلبه على الجنب بعيدا عن المنحنى الأفقي. طيب دلوقتي انا عرفت ان العلاقة دي هخليها بالأحمر وعوض فيها اف اتش، ما احنا قلنا دبليو على جي اس على 3.6 الكل تربيع واحد على اتش ماشي، زائد ولا ايه؟ في واحد، في ايه؟ في واحد، ايه واحد ده؟ اصل كوزاين الفا بواحد. يا عم كوزاين الفا بواحد لما يكون الفا بصفر، انا عارفها دي، وساين الفا بصفر لما تكون الفا بصفر، دي انا حافظها كويس. لكن هنا كوزاين الفا مش بصفر، كوزاين الفا عندي ساين الفا تساوي اي على كابيتال اي اللي هي العلامه الخضراء. طب اذا هي ما تساويش صفر، لا، لان القيمه بتاعت ساين الفا صغيره قوي في ساين الفا تساوي تان الفا. لا ده في حاجه ثانيه يا جماعه، الساين الفا تساوي تان الفا تساوي الالفا بالتقدير الدائري والكوزين الفا بتساوي واحد. الكلام ده الجماعه بتوع الرياضه اللي قالوا لك لا، انت ما تنساش ان انا مهندس، والمهندس لما يجي يقول لي ان ساين الفا للزاويه الصغيره بتساوي بوينت او 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 3، طب ما هي معناها صفر، الزاويه الصغيره يبقى معناها كانها تساوي زاويه صفر. طب والكوساين بتاعتي بتاعت الفا للزاويه الصغيره هتبقى بوينت 99993. مثلا العكس يا جماعه، الكوساين هنا كوساين صفر بواحد، يبقى معنى كده ان انا اقدر اقول لما تكون الزاويه صغيره انا ممكن اعتبر ان القيمه بتاعتها تساوي واحد، كانها تعامل معامله كوساين صفر لان الزاويه صغيره. طبعا الكلام ده خلاني ضربت في كوساين الفا شايلها وحطيت بدلها واحد. طب تعال نشوف الترم الثاني اللي هو لونه ازرق، لما حطينا ناقص وبعدين دبلو في اي على ايه؟ ما يا حبيبي ما احنا قلنا ساين الفا عباره عن اي على ايه؟ يعني ساين الفا هي عباره عن ايه؟ المقابل بتاع الفرق في المنسوب بين القضيب الاحمر والازرق سميناه ايه؟ والمسافه من السنتر لاين للسنتر لاين بتاع القضيب الاحمر السنتر لاين للقضيب الازرق سميناها كابيتال ايه؟ وفعلا ايه على ايه تساوي ساين الفا، رحت شايل ساين الفا وحطيتها ايه على ايه؟ وبعدين كتبت يساوي وبعد يساوي، وبعدين حطيت دبلو على شيء وايه زي ما هي. وفجاه المعادله اتكونت، بس ايه؟ بعد ما قسمت على دبلو كلا الطرفين بصيت لقيت ان الدبلو راحت مع الدبلو في الطرفين واختفت واصبحت المعادله بتاعتي. بص بقى اطلع بقى فوق كده بقى،
يعني زق لي صفحة 3-6 لفوق بحيث انها تبان لي كلها. ايوه ارفع 3-6 فوق شويه. معايا سامعين؟ ايوه. لا دي كام دي؟ ايوه هي دي 3-6. بص بقى كتبت هوير، انا كنت عايز اشوف هوير. هوير كوزاين الفا تقريبا علامه السينوسويدال دي معناها تقريبا تساوي واحد في الزوايا الصغيره، وساين الفا يا جماعه اي على ايه مش هنبح قلبي واحكيها تاني، والاي اي هي اللاترال اكسلريشن. طيب وبعدين؟ طيب لما اختصرنا بصيت لقيت المعادله بعد الاختصار هتاخد صوره ما فيهاش جبل خالص. انا جبت سؤال، انا فاكر كنت بدي محاضرات لطلبه الفنيه العسكريه، وبعدين جبت لهم سؤال قلت لهم اثبت، انا كنت عايزهم يثبتوا العلاقه دي، قلت لهم اثبت ان وزن الجسم اللي بيمر بمنحنى افقي لا يؤثر في السوبر اليفيشن. فانا كاتب ايه؟ طبعا الامتحان بالانجليزي، فكاتب ايه؟ اندبندنت اون، يعني معناها انه لا غير مؤثر في المتا. فانا طبعا هم لان انا يوم الامتحان مش بحضر زيكم، انتم المفروض الدكاتره او الدكتور لازم يكون عارف يوم الامتحان ويحضر عشان يجاوب للطلبه ويمر على اللجنه وكده الحاجات دي. بالنسبه لطلبه الفنيه العسكريه انا بروح لهم يوم معين، وانا راجل منتدب يعني مش ضيف عندهم، وبالتالي يوم الامتحان ما كنتش موجود. بصيت لقيتهم متوزعين بقى في اكتر من لجنه، تليفونات نادت ترن عليا، ايه الطلبه بيقولوا في غلطه في الامتحان. ايه الغلطه؟ انك بتقول ان وزن القطر لا يؤثر في السوبر اليفيشن. ازاي الكلام ده؟ الطلبه مش مقتنعين وبيقولوا في غلطه، وده شبه اجماع في كل اللجان. قلت لهم يا جماعه انا اقصد ان انا اقول انه اندبندنت، لان الدبلو لما حطينا المعادله بتاعه السوبر اليفيشن اللي هي بالاحمر يا جماعه، بصيت لقيت الدبلو قسمت عليها واختفت وما بقاش فيها تاثير، وبالتالي حوصل لمعادله تربط لي السوبر اليفيشن اي بمعاملات مش من ضمنهم الدبل، بس كده. وانا مش الاجابه صح، وانا منبه عليهم قبل الامتحان قلت لهم على الملاحظه دي. الطلبه الظاهر يعني ما كانوش نايمين كويس، ما ركزوش في الحته دي. انا كل اللي عايزه كنت ان الخطوه الزرقاء اللي في اول الصفحه ديت تتنقل للخطوه الحمراء وبعدين يروح يشطب دبل، ويقول ايه ان السوبر اليفيشن ايه لا مش من ضمن المعاملات اللي بتاثر او بتتحكم فيه الدبل. ده كل اللي كنت عايزه. المهم انا ليه بحكي لكم الحديد ده؟ لان بعد كده اتربيت انا بعد كده ما بقيتش اجيب الحاجه غير لما انبه الطلبه، وفعلا انا كنت منبههم، يعني انا ما ظلمتش، انا كنت منبههم زي ما بنبهكم كده، بس في ناس بتسرح. المهم بس كان في شيء كان مضايقني قوي، ان كان شبه اجماع ما فيش طالب منهم واحد يقول لا صح. المهم نرجع تاني لموضوعنا، انا عايز ارجع تاني لموضوعنا، ارجع تاني اقول طب الكابيتال اي دي عباره عن ايه؟ المسافه من السنتر لاين للقضيب الداخلي مع القضيب الخارجي. طب ما انت راسم لي اهوت قطاع فيه قضيبين، هو القضيب شكله عامل كده زي الاي بيم، بس الحته اللي فوق تخينه والحته اللي تحت اللي هي الفرشه مفلطحه. اه طبعا، لانه القضيب مش اي بيم، الاي بيم مش بيشيل حاجه فوق دماغه، لكن القضيب بيشيل العجله فوق دماغه، يبقى انت خان له الحته اللي فوق وعايز يوزع الحمل على مسطح اكبر، يبقى نعرض له الايه القاعده او البيس بتاعته. طيب يبقى القضيب شكله كده، حتى بيسموه فينول، لان اللي اخترع القضيب ده اسمه فينول، الراجل الخواجه اسمه فينول. المهم بصوا بقى محمد نويلي اهو حط المؤشر بتاعه على المعادله اللي هي جت نتيجه اختصار المعادله الحمراء، بيقول لك ان ايه خدها في طرف، واختصر انت بقى، اختصر اعمل الاختصارية دي، هتلاقي المعادلة تطلع 11.8 من 10 اس سكوير. اديها بقى لون اصفر المعادلة اللي بالاحمر دي اللي انت حاطط السهم عندها، اي بتساوي 11.8 من 10 اس سكوير على ار اتش ناقص 153 في اي ار في اي على 1500، والوحدات بالملي. شوفوا انا مش كنت بقول لكم ان ما دام سكة حديد فيها حديد تبقى زي ميتاليك كونستراكشن لما كنا بناخد الدايمنشنز الملي، بالملي. وبعدين ايه طلعت الاختصار ده، الرقم الاختصاريه دي طلعت منين؟ الاختصاريه دي طلعت من المعادله الحمراء. عوض انت بس بشيب 9.81،
اعوض اعوض بايه بايه سيبها زي ما هي وظبط الامور بتاعتك حتى المعادله تطلع 11.8 اس سكوير. شوفوا يا جماعه المعادله دي اي لها علاقه تتناسب طرديا مع مربع السرعه وعكسيا مع نص القطر المنحنى الافقي ار اتش وايه وعكسيا مع الاكسلريشن العرضيه. يعني ليه عكسيا؟ لانها قيمه بالسالب. يعني معنى كده ان لما الاكسلريشن بتزيد الايه السوبر الفيشن المفروض ان هو ينقص انقصه كل ما الاكسلريشن تزيد تنقصه. طب يبقى معنى هذا الكلام العلاقه دي فيها دبليو فيها اس ار فيها ار اتش ار فيها العجله العرضيه اي لكن البارامتر دبليو اختفى. عشان كده انا بقول انه اندبندنت كده. يعني تخيلوا هقول لكم حاجه عجيبه خالص يمكن هتسمعوها لاول مره. لو اتفرجت على سباق الموتوسيكلات طبعا مش كل الولاد اللي بيخش السباق وزنهم واحد لا ده مش مصارعه بقول له الوزن التقيل والوزن الخفيف والوزن الجاي لا اي واحد رفيع تخيل عايز يخش بالموتوسيكل يخش بالموتوسيكل بتاعه. بس في حاجه انه تلاقيهم كلهم حاجه عند المنحنى الافقي وهم ماشيين جنب بعضهم كده تلاقيهم عاملين زاويه اماله ثابته لكل المتسابقين مهما كان وزنهم مهما كان وزنهم. ليه؟ عشان المعادله دي ان الوزن لا يؤثر في الاماله اللي انت عايزها. المعادله اللي انا حطيتها وشطبت الدبلو دي بيعملوها الولاد بتوع الموتوسيكلات وانت شايفهم بيسابقوا بغض النظر عن وزن اي واحد منهم او الطيب بتاع الموتوسيكل اللي هو بيسوق فيه. طيب نرجع تاني. طيب يبقى اذا انا رسمت الرسمه كده اهوت عشان اثبت لك ان ايه بتساوي جي زائد دبليو ار 1 على الرسمه على ايدك اليمين في معادله ايوه تحت كده على ايدك اليمين كاتب ايه بالازرق تساوي جي زائد دبليو ار 1. اه الرسمه دي يا جماعه محمد وصلت لها لسه ولا لا؟ في نص الصفحه على ايدك اليمين انا راسم القضيبين بالاخضر وحاطط 14 مللي ونزلت بيهم جبت الجي وبعدين تحت كتبت ما هي الاي الاي عباره عن الجي زائد الدبليو ار 1. لا انزل انزل انت السهم بتاعك ابعته لي من الشمال لليمين خد السهم ده وابعته لي ناحيه اليمين. ايوه خلاص اهو انت خلاص هي الحته دي اهي شاور اهو كابيتال اي بتساوي جي كابيتال جي زائد دبليو ار 1. طيب كابيتال اي عباره عن ايه؟ سنتر لاين للسنتر لاين للقضيب. طب كابيتال جي كابيتال جي اطلع من القمه بتاعه القضيب الشمال للقمه بتاعه القضيب اليمين ووصل خط وانزل بخط يوازيه هذا الخط اللي تحته يبعد عنه او ينزل عنه 14 مللي. شوفوا الارقام العجيبه يقول لي 14 مللي طب خليهم 15 مللي يا عمي لا 14 مللي تنزل 14 مللي تلاقي الخط ده يخبط في الانر سايد بتاع القضيب الشمال والقضيب اليمين المسافه الكليرنس اللي بينهم ده هو كابتل جي. يا نهار ابيض بقى ده كله عشان اعرف كابتل جي. اه هو كابتل جي ده لازم ده كابتل جي ده بقى حاجه عالميه. كابتل جي ده عباره عن قيمه ثابته في كل سكك حديد العالم ما عدا روسيا وما عدا السودان. شركة حديد العالم كله كابيتال جي بما فيها مصر طبعا كابيتال جي تساوي 1435.1 مللي. يا سلام على الدقة ده بالملي. ما احنا قلنا بقى لما هتكلم انا بتكلم على قضبان حديدي يبقى كل ابعادي حديدي يا جماعة عشان ما نقعدش شوية اقول لك السوبر اليفيشن ايه بكام تقول لي بالملي الدبليو ار 1 ب 65 مللي كابيتال جي بكام 1435 مللي طب كابيتال اي 1500 مللي كله بالمللي خلاص عشان ننسى قضيه الوحدات بتاعتنا في الحته دي. طب ليه كله بالمللي؟ لان انا بتعامل مع قضبان حديد طيب وعجل حديد كمان. طيب يبقى اذا معنى كده ان كابيتال اي تزيد عن كابيتال جي بقيمه تساوي دبلو ار 1 على 2 على ايدك اليمين ودبلو ار 1 على 2 على ايدك الشمال. ليه؟ ايه دبلو دي؟ دبلو دي وزن ولا ايه؟ ده ويد؟ لا ده دبلو هنا ويدز
وإيه اللي عرفك إنها ويدز مش وزن؟ إن كتب دبلو آر. طب وإيه آر دي؟ آر دي يعني معناها الويدز بتاع الريل. طب وإيه حكاية الوان بقى؟ ما هي الوان دي معناها في الجزء العلوي. طب ودبلو آر 2 في الجزء الويب في الجزء الوسط. طب ودبلو آر 3 في القاعدة دبلو آر 3 اللي تحت. أنا ما يهمنيش دلوقتي الكلام ده، هناخده تاني بإذن الله لو عندنا وقت توافر، هناخد الباب الثالث، هناخد تصميم العناصر بتاعة هذا القضيب بعناصره الثلاثة اللي هي الحتة اللي فوق التخينة هنسميها الهيد، والحتة الرفيعة اللي عاملة الرفيعة شبه الاي بيم كده الويب بتاعته هنسميها برضو ويب، واللي تحت دي زي ما سمينا ده هيد هنسمي القاعدة اللي تحت بيسموها ساعات بيز بس احنا بنفضل بنسميها فود، على اساس ان ايه الحتة التخينة اللي فوق راس، والقاعدة اللي تحت هنسميها رجلين، وهذا ايه والبتاع الرفيع ده ما لهوش اسم راح مسمينه ايه ويب. يبقى انا ما يهمنيش من الموضوع ده كله غير دبلو ار 1. ليه؟ هي الويدز بتاع الريل في البارت اللي فوق اللي هو بتاع الهيد. طيب يبقى ما العلاقة بين كابتل A وكابتل G؟ العلاقة اللي بينهم ان كابتل A ايوه يساوي كابتل G زائد دبلو ار 1. ليه؟ اصل نصها يوصلني للسنتر لاين للقضيب اللي على ايدي اليمين يبقى دبلو ار 1 على 2، ونصها الثاني للقضيب اللي على ايدي الشمال على الشمال هيبقى دبليو ار 1 على 2. يبقى اذا كابيتال اي بيساوي كده. حاجه غريبه ما لهاش علاقه مش هتبها هنا بس هحكيها لكم، حاجه غريبه خالص. السكه الحديد قالوا ان جي دي تساوي 1435.1 ملي. الرقم ده غريب قوي، وايه 1.1 ملي دي؟ مش انت راجل بتقول لنا احنا بتوع الهندسه ما ندقش على كوزاين مش عارف الفا بتساوي 0.9996 اقول على طول بتساوي 1 وخلاص، والساين مش عارف 0.0003 اقول انها صفر وخلاص. طيب ايه بقى انك كاتب لي 1435 ملي انا مسامحك فيه، لكن ايه 1.1 ملي اللي حطيتها دي؟ يعني هو اساسا لما جيهم يحطوا العلم السكه الحديد هذا العلم نشا اساسا في بريطانيا، وعشان كده كانت تاني دولة في العالم اتعمل فيها خط سكة حديد هي مصر المحروسة. طب ايه ده؟ ده احنا كنا تاني دولة قبل امريكا وقبل اليابان ولا كانوا يعرفوا حدث ما سكة حديد. طب امال احنا ايه اللي خلانا احنا تاني دولة في العالم ودلوقتي بقينا ايه في المؤخرة؟ اصل لما كانوا الانجليز محتلين مصر كانوا عايزين ينقلوا القطن بتاع مصر، كانوا محتلين مصر مش عشان جمال عيون مصر، لا عشان يستغلوها، مش يعمروها على فكره كانوا بيستغلوها، بس هما بيعمروها ما مش هيخسر حاجه لو عمر حاجه وهو بيسرق منك حاجات تانية. فكانوا عايزين ينقلوا القطن بكميات هائله جدا، ومفيش احسن من الوسيله اللي هما اكتشفوها اللي هي السكه الحديد. راحوا عاملين سكه حديد في مصر، يعني هما عملوا سكه الحديد في مصر اول ما عملوها ونجحت راحوا جميع حطوها هنا في مصر عشان عشان كده تلاقي خط السكة الحديد من القاهرة لإسكندرية وخط السكة الحديد من القاهرة لجزء من الصعيد ومش عارف السويس اللي عملوا الإنجليز على فكرة عملوه سنة 1850 يعني تقريبا الخديوي الاسماعيلي تقريبا. وبالتالي لما عملوهم خدمتهم هم يجيبوا محصول القطن ويركبوه بقطن بكميات هائله خالص ويطلعوه على ميناء اسكندريه او ميناء دمياط او ميناء بورسعيد، المهم ميناء المواني دي يتحمل السفينة يروح في إنجلترا يتعمل أجود أنواع صوف في العالم كله، الصوف الطويل التيل اللي موجود في مصر، القطن قصدي القطن الطويل التيل اللي موجود في مصر، هذا القطن هو أجود أنواع العالم على حاجة من عندنا إحنا.
عشان كده كان هم بيخلوا حتى الزراعات كلها يخلوها كلها معظم الارض تتزرع قطن. يعني طب ما الرز لما فيش رز، طب والقمح برضه ما فيش قمح، ليه؟ هم عايزين يخلوا الناس كلها الارض اللي مستعمرينها يستفيدوا منها. انا الحديقه الطويله دي ليه بقى؟ لان هم لما عملوا السكه بالنظام البريش سيستم، انت عارفين هو صوت حضرتك بيقطع يا دكتور. والفيت والياردة والكلام ده كله ان هو النظام الانجليزي، لكن النظام الفرنش اللي هو اللي احنا ماشيين بيه معظم دول العالم عدا انجلترا وامريكا، احنا شغال نظام الفرنش سيستم اللي هو المتر والكيلوغرام والجرام والسنتي والملي. طيب يبقى انا لكن الالات هم جابوا الاتساع بتاع شكة خلوه 4 قدم و8.5 بوصة، ده الاتساع بتاع السكة اللي هي اديتها الرمل انا جي كابتن جي، 4 قدم و8.5 بوصة ده سنة محمود وبقدم 12 بوصة، يعني القدم حوالي 30 و48 بالمية سنتي. المهم التحويلة دي حولوها وطلع ان كابتا جي 1435. دبلو ار 1 لقوها بتتراوح حوالي دبلو ار 1 حوالي من 60 الى 70 متر. طب احنا لو لسه ما صممناش القضبان، لسه ما خدناش الباب بتاع السكه، ناخدها قد ايه؟ هناخدها 65 اللي هو القيمه المتوسطه بين ال 60 وال 70. يبقى اذا لما نقول ال 1435 وحط عليها ال 65 الاقي نفسي وصلت لل 1500. الله، هي ال 1500 دي هي المسافه كابيتال ايه من السنتر لاين للسنتر لاين. وعشان كده نرجع للسوبر إليفيشن، المعادلة E بتساوي 11.8 S سكوير على R H ناقص 153، إيه بالقوس في إيه على 1500. طب إيه بقى؟ ما أنت بتقول لي إيه بتبقى 1500، يبقى الرقم ده بواحد. الرقم ده على طول بواحد. إلا إمتى؟ إلا لما نيجي نعمل متر الأنفاق. متر الأنفاق، انتوا عارفين يا جماعة كلمة مترو جاية من ايه؟ كلمة مترو جاية من ان الكابيتال جي اللي انا قلت لكم اللي هي 1435 خلوها 1000 بس، و1000 ملي يعني ايه؟ يعني متر. وعشان كده سموه مترو جيج سيستم، مترو جيج اللي هي كابيتال جي سيستم، وجت كلمة مترو جيج سيستم طلع منها كلمة مترو. وعشان كده اي مترو في العالم تلاقي المسافة من السنتر لاين للقضيب بتاعه للقضيب اللي جنبه، المسافة دي هتبقى متر أي 1000 ملي. طب يعني كده معنى كده إن المتر بتاع القاهرة ده المترو المرجو ومترو مش عارف المتروات اللي موجودة دي في شبكة القاهرة الكبرى دي، المسافة من السنتر لاين للقضيب بالسنتر لاين بتاع القضيب تبقى حوالي كابيتال ايه؟ مش حوالي، هي بالظبط 1000 ملي. وعشان كده قلنا ان هو مترو جيج لان هو ال 1000 ملي هي متر. للاسف الشديد لا، المترو اللي عندنا مش الاتساع بتاعه 1000 ملي، لا 1500. وعشان كده ضحكوا علينا وكاتبين شركه انفاق المترو وحاطين حرف ام عند كل حته يطلع فيها مترو عشان ينزل الركاب، كل الكلام ده بيهربوا. المترو اللي عندنا ليس مترو، هو عبارة عن إيربان ترين، يعني خط ضواحي، خط يوصل بين ضاحية مصر الجديدة لضاحية مش عارف العباسية لضاحية مش عارف المطرية، الكلام ده كله. يبقى إذا معنى كده إحنا ما بقناش مترو بسبب إن إيه؟ إن الجي بتاعتنا 1435
مش 1000 مش 1000. دي قضيه ماليك مالكمش دعوه، بس انا بعملها كده عشان بس ايه ما تعبكمش في الحوار بتاعي كتير. طيب يبقى اذا وصلنا للعلاقه، انه العلاقه الحمراء دي بقت هي الاساس اللي انا حصمم بيه السوبر اليفيشن. انا كمهندس مسؤوليتي، قول لي يا عم السرعه اللي انت ماشي عليها قد ايه، السرعه القصوى، قول لي النص القطر اللي انت هتفوت عليه بقد ايه بهذه السرعه، قول لي العجله المسموح بيها، قول لي ايه وقوميه وما جسيلة قد ايه ليه على خلال شمية افضل الرقم ده بواحد. فما يقول لي هالكلام بمعنى كده، انا عرفت ان الرقم ده بواحد اغضب خلاص. طيب المشكلة اللي عندي دلوقتي بارتفاعه متر، كانت تبقى 1500 على 1500 بواحد؟ لا، عشان كانت في مسألة في الشيد بقول لك متر الانفاق بتاعه 1000، ما اقولكش كمان اقول لك متر الانفاق بس يبقى 1000. طب ده انت ال1000 دي كابيتال جي، لكن انا عايز كابيتال ايه؟ يبقى احط عليها 65 مللي اللي احنا قلنا ان هم جابلو ار 1 اللي هو العرض بتاع السطح القضيب في الحته التخينه اللي فوق اللي بيشيل العجله اللي سميناها الاس. طب خلاص، يبقى حكايه الاي اي بقى. الاي اي عندي عملوا تجربه، مش هطول عليكم عشان ايه ما ضيعكمش. عملوا تجربه لقوا ان البني ادم لو تعرض لعجله عرضيه تزيد عن زائد 65% متر على ثانيه تربيع هينط من الشباك. يعني حصل جوه مدينه ملاهي وايه لازم يمرجحوه، كل ما يجي منحنى يروح هو مرجوع في الازاز اللي جنبه راسه تروح مرجوعه، ما يقدرش يستحمل. البني ادم مننا، البني ادم الطبيعي طبعا، في بني ادمين مش طبيعيين. يعني هم لما عملوا التجربه دي لقوا ان 65%، لقوا 5% ما انزعجوش، راحوا قبضوا عليهم على فكره وعملوا لهم تحليل نفسي، طلعوا كلهم. كانت التجربه دي معموله في المانيا سنه 1954، طلعوا كلهم كانوا اسرع حرب المان موجودين من الحرب العالميه الثانيه. فلما الاسير على فكره لما يتاسر بيحصل له بلاده، يعني بمعنى اخر يبقى ايه مش جريان بالدنيا، يبقى ما يقلقش. ده خاص على فكره، يعني حتى لو كان قائد كبير جدا واتاثر، اول ما يرجع للبلد بتاعته تاني ويرجعوه من الاسر يشيلوه من الجيش على طول. ممنوع ان واحد يتاسر مهما كان مدى اخلاصه وقضيته انه يرجع سليم. ده بيصاب بامراض نفسيه ومش بسيبه، بس دي حاجه علميه معروفه. وعشان كده قالوا يبقى ال 5% اللي ما تخضوش دول، كانوا كلهم اسرى حرب، كلهم بلا استثناء طلعوا اسرى حرب، وكانوا في الحاله دي هم عندهم بلاده، يعني ما عندهمش انفعال. ما الدنيا ستار اللي شافوا ان هو وقع في ايد العدو دي كانت دمرت كل نفسيته. طبعا هذا الكلام اللي بقوله لكم مش قصدي سياسه ولا كده، انا بتكلم لان فعلا هو اللي حصل، ان احنا اعتمدنا الرقم ده وقلنا اي حد بره مش هيتخض بعد العجله دي ده بني ادم مش هنحترمه، مش 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 لانه وحش، لا لانه مريض نفسي. يبقى اذا معنى كده ان احنا هنستعمل الرقم 65% لانه عجله بتحلها الراجل. طيب امال بعد كده انا حاطط حاجه ثانيه غريبه، حاطط ايه مينيمم يساوي ناقص 98%. ما هو في حاجه يا جماعه عامله لي ازعاج شويه. ايه هي؟ ان انا حاطط زائد 65%. ما احنا قلنا ان الزائد دي ما تتحطش خالص غير لما نكون بنجمع حاجه على حاجه، لكن لما تيجي تكتب لي رقم وتحط قبله زائد يبقى انت عايز تحمل معنى. عايز اقول ان ال 65% دي لما العجله تكون بتطردك بره المركز، او بمعنى اخر ان القوه الطارده المركزيه كانت شديده قوي لدرجه انها غلبت مركبه الوزن، والغلبان اللي غلبته بيه عمل عجله لبره 65% عن متر زمان. انت تستحملها على فكره، والبضاعه اللي منقوله برضه تستحملها. البضاعه لو تعرضت لهذه العجله ما تتقلبش، ما يعني لو كان مثلا ثلاجه محطوطه ما تتقلبش على جنبها، لا هي بعد العجله دي تبتدي تتقلب. طيب امال ايه بقى اللي ناقص 98%؟ دي لو القطر وقف على المنحنى.
طب هو لما يقف على المنحنى ايه اللي هيحصل؟ الاف اتش مش موجوده. امال ايه اللي موجود؟ الموجود الاماله، ما زالت موجوده الايه؟ الايه موجوده يا جدعان؟ اه موجوده. ما احنا عملنا الارض خلاص، خلينا الخط الاحمر ده، القضيب الاحمر ده يعلو بمقدار معين تدريجيا بقيمه ايه؟ يعني معك الايه موجوده. طيب يبقى ايه الحل اللي عندي دلوقتي؟ اللي انا اقول لك ان انت امتى تستعمل العجله ناقص 98 لما يكون القطر واقف؟ طيب وامتى تكون اكبر يمكن؟ عندما تكون ايه اكبر ما يمكن؟ نفس الشيء كبير كبير قوي. طيب يبقى اذا اقدر اقول ان ايه مينيمم وايه ماكسيمم اقدر اجيبهم من العلاقتين دول، من الشرطين دول. هقول ان الاي ماكسيمم تساوي زائد 65% متر على ثانيه تربيع، دي لما يكون انا عامل سرعه الاوتوبر ليفيشن ضعيف وماشي باقصى اي مينيمم. وعشان كده انا رحت جاي حطيت اي مينيمم ايوه البرواز بقى، البرواز اللي بالاي مينيمم. اطلع اطلع لنا كده البرواز اللي بالاحمر يا محمد. ايوه هو ده اي مينيمم. اي مينيمم تساوي لا سوري انا عايز اي مينيمم اللي انت كنت عليها اللي تحت ايوه هي دي اي مينيمم تساوي 11.8 من 10 اتش سكوير ماكسيمم. لازم القطر مش على اتش مينيمم، لازم يكون القطر ده ماشي باقصى سرعه وعلى اقل نص قطر او احد نص قطر موجود عندك عشان يقلبني الايه لبره. ناقص كام؟ ناقص 100 في ايه على 1500. طب 100 دي جت منين؟ ال 153 لو ضربتها في زائد 65% متر على ثانيه تربيع تطلع لك المليون. ما تفهمش الكلام لا يا حبيبي. هيتفهم مش هنقل الصفحه دي غير لما تفهمه. طب تعالى اقول لك حاجه، بناقص 98%، طب امتى تحصل الاي ماكسيموم؟ بص بقى السطرين الحمر اللي في الاخر، ايوه السطرين الحمر ايوه، يعني اي ماكسيموم تساوي صفر ناقص 153 في ناقص 98% في ايه على 1500. طبعا دي ما تفرقش معايا. الله اصل 11.8 من 10 اتش سكوير العجله اللي هتقلبك لجوه 98% دي لما يكون القطر واقف على منحنى، يعني سرعه بصفر. وعشان كده الترم بتاع 11.8 من 10 اتش سكوير بقت بصفر، بقى جوه رقم بصفر. طيب ناقص القانون بيقول 153 اي انت حطيت لي 153 وجبت الاي اي حطيتها بناقص 98% ناقص في ناقص بزائد و98% في ال 153 راحت مدياني 150، وبالتالي بقت اي ماكسيموم تساوي 150 في كابتر اي على 1500 واي مينيموم تساوي 11.8 من 10 اس سكوير على ار اتش ناقص 100 في اي على 1500. ايوه اديني اصفر، ايوه اديني اصفر المعادله دي بتاعت اي مينيموم، اديني لون اصفر او اي لون يعجبك. ايوه ما شاء الله يا سلام. انا ليه بقى بقول له كده بقى؟ لان ابو حميد نبيه منتهى ذكاء الولد ده. انا عايز اشوفك شخصيا، انت بالذات عايز اشوفكم كلكم طبعا. انا ما اعرفش فيكم غير ما اعرفش غير اسامه حبيبي، بس هو ده الوحيد اللي اعرفه، لكن باقيين كلهم ما اعرفهمش. عايز اشرب بيكم باذن الله. طيب تعالى بقى هات لي ايه ماكسيمم بدل الاي مينيمم واديها لون اصفر هي الاخرى. لا مش دي اللي تحتها، اخر معادله في السطر. ايوه هي دي. ايوه هي دي يبقى معنى كده ان اوعى الاي بتاعتك تقل عن الاي مينيمم اللي موجوده في المعادله دي، لان انا عوضت عن العجله باقصى عجله خارجيه 65%، وبعدها الناس هيرسموا وهيقولوا ايه الراجل ده مجنون اللي ماشي في المنحنى ده ماشي بسرعه هيقلب القطر وهيتقلب كلنا. واوعى لو القطر تعطل على هذا المنحنى يكون الاي بتاعتك مصممها اكبر من الرقم اللي جاي اللي هو 150، لانك لو كان اكبر الناس هتنزل برضه هتسرع وتقول الله 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 ده احنا هنقلب جوه المنحنى القطر وقف. السؤال ده سؤال غبي قوي بس معلش حاسس.
طب ليه ما خلاش الهيمنية وهو خارج او داخل؟ ليه الرقم لما بقى العجلة بالسالب بقى الرقم كبر وبقى ناقص 98% بدل ما يقول ناقص 65% زي الاولانية؟ تفتكروا ايه السبب؟ حد يقدر يخمن ايه السبب؟ وفي سبب طبعا، سبب منطقي عشان ما اضيعش وقتكم. السبب ان القطر لما بيجي يتعرض للعجله اللي بالسالب بيكون واقف، بتكون السرعه بصفر، وبالتالي الناس اعصابها مش بتبقى مرتبكه، لان لو الزمام قالوا سواء ده مجنون او شامم او اي مصيبه من دول، اقدر افتح باب العربيه وانزل لان القطر واقف. وعشان كده القلق بتاع الناس اللي راكبين القطر لما يكون القطر اتعطل على منحنى مش بيبقى بنفس العجله، لا بيبقى عجله اكبر منها، يعني بدل ما هي كانت 65 يقدروا يستحملوا هم ال 65 واكثر لغايه 98%. وخلي بالكوا الدقه، يقول لي 98% متر على ثانيه تربيع، طب ما تخليها 1 متر على ثانيه تربيع. يا حبيبي دي ابحاث دخل فيها علماء نفس، اللي ما دخلش فيها مهندسين. الكلام ده كله اتطبق نتيجه ابحاث، كل الابحاث دي متقدمه من علماء نفس وليسوا مهندسين، والابحاث دي معتمده بنقول لكم من سنه 54، يعني بقى لها لغايه دلوقتي احنا سنه 23، بقى لها 70 سنه. هذه الابحاث عمرها 70 سنه والعالم كله بلا استثناء بيطبق هذه الابحاث. طيب يبقى اذا معنى كده الارقام دي يا جماعه مهمه قوي، ننقل على صفحه 4-6. انا دورشكم شويه معلش يا جماعه، الجزء ده انا بعتبره ارزل جزء موجود في باب التخطيط. بصوا بقى معايا خلاصه الكلام، هات لنا من الاخر يا جدع، تعبتنا من اول الصبح كده، من اول ما تدينا الساعه 3 وانت نازل تعك فينا. واحد، اول حاجه اي بتساوي 8 اس سكوير على ار اتش في ايه على 1500. ايه ده؟ ده اول القصيده كفر يا جماعه. احنا بنقول اي بتساوي 11.8 من 10، ايه اللي جاب 8 اس سكوير على ار اتش دي؟ الاي دي الخبراء بتوع السكه الحديد قالوا هناخدها بالرقم ده. طب وفين العجله؟ مفيش العجله، مفيش اي. طب يعني هي عباره عن 8 اس سكوير على ار اتش دي اللي انا هصمم عليه. طب والاي على ال 1500 ما هاخدها بواحد الا لو هو قال لي ان الاي اللي هي رقم تاني. الاي هي عباره عن ال 1435 زائد دبليو ار 1. لو عرفتني دبليو ار 1 خدها ب 65 يبقى 1435 ومعاها 65 يطلعوا 1500. طيب خلاص، يبقى اذا المعادله دي هنجيب منها دي. ايه انت بتقول ايه؟ المعادله دي مالهاش اثبات. بقى بعد ما تعبنا وتعذبنا وقعنا نعمل العربيه معوجه والحل القوه بتاعتها في على الاماله والكلام ده كله، تيجي في الاخر تحط قانون ملوش اثبات. ما انا هعمل حاجه بسيطه، الرقم اللي طلع من ده هيطلع لك هنسميه اي ديزاين. لو الاي ديزاين دي طلعت اصغر من الاي مينيمم، وانا رحت كاتب معادله اي مينيمم قلت ايه 11.8 من 10 اكس سكوير على ار اتش ناقص 100، وكل ده بين قوسين في ايه على 1500. لو كانت طلعت اصغر منها هتاخد الاي مينيمم. طب لو طلعت اكبر من الاي ماكسيمم تاخد الاي ماكسيمم. يعني هي تبقى ان بتوين اي مينيمم واي ماكسيمم. لو زادت عن الاي حلو، لو زادت عن الاي ماكسيمم لا مش حلو، تاخد الاي ماكسيمم. طب لو العكس بقى حصل، لو هي لو هي ناخدها يا جماعه الاي مينيمم. طيب تاني معادله بالاحمر اللي اي الله اللي اي دي سمعنا عنها. اللي اي الرامب طول الرامب اللي ارتفاع اي بين القضيب الداخلي الاحمر، القضيب الداخلي الازرق والقضيب الخارجي الاحمر. طيب اللي اي دي عباره عن الرامب الطول الافقي اللي يقابل اي. طب ما ده ليه علاقه؟ هي العلاقه 10 اس في اي على 1000. خلي بالكم ان السوبر اليفيشن خدناه بالملي، لكن الرامب دي مش هتبقى حديد. الرامب دي عباره عن ايه؟ عن الطريق الرملي اللي حوش عليه بتاعته الجماعه بتوع الري بيقولوا لنا تبقى الابعاد بالملي. خلي بالكم بقى بتوع الخرسانه يقول لك ابعاد الخرسانه بالسنتي، بتوع الحديد اللي هم بتوع الميكانيك كونستراكشن او السكه الحديد يتكلموا عن الملي.
اما بتوع الطرق وبتوع الترع والحاجات دي يتكلموا عن المتر. بتتعامل مع تراب خد متر، بتتعامل مع كونكريت وريفورسد كونكريت خد السنتي، بتتعامل مع الحديد يبقى خد المتر. ده الكلام ده كله ايه احنا بنتكلم عليه، معروف قوي لكم في انتوا بالذات في الرسم الهندسي والكلام ده كله، خدتوا الكلام ده كله. طيب كل الغياب، انا حاسس كده العدد اللي موجودين قليل وانا تعبت قوي النهارده اخر اليوم، فلا حرام قوي المجهود ده مش هقدر اعيده تاني، فانا صعبان عليا، يبقى واخد الغياب نزل الغياب في الاخر عشان برضه احط عليه وقت، واحنا بنحط على اخر اعمال السنه. هو الفكره يا دكتور ان احنا كان عندنا امتحان النهارده يا دكتور. نعم كان عندنا بس امتحان، كان عندكم امتحان النهارده. طيب اللي جوهم دول ما لهمش اهل يعني، اللي جوهم دول يعني قاعدين يا عيني بعد الامتحان يشتغل. طب ما كنا ناجل المحاضره لاي يوم تاني احسن لنا، لكن هيبقى العدد قليل كده، وبعدين دي محاضره خطيره لانها مهمه وغرشه، يعني انا عارف انها غرشه كمان، يعني انا عارف ان كنتوا قاعدين على مضض لانها ايه فيها معلومات كتيره وزحمه وفيها حاجات جديده عليكم طبعا، فبالتالي مش هقدر اعيدها كمان، والوقت ضيق قوي عندنا يعني وبالتالي انا بالمناسبه قبل ما نخلص خالص، انتوا يوم الاثنين الجاي اجازه رسمي ماشي، لكن انا شايف يعني ممكن ناخد بداله اي يوم براحتنا احنا، يعني ممكن ناخد محاضره تعويضيه مش لازم يوم الاثنين، على اساس ان في ناس هيكونوا يعني شم النسيم، احنا يعني احنا كبرنا على شم النسيم ده، بس في ناس ممكن من حقهم ما اقدرش اقول لهم لا ما تشموش، هنشموا لان احنا كلنا ايام الفراعنه بنشم النسيم مش مشكله، فبالتالي حتى هم ما غيروش ميعاده، هو يوم الاثنين ما خلوش مثلا يترحل يوم الخميس لا، المهم فده ده 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 عيد شعبي من ايام الفراعنه يعني من ما قبل التاريخ يعني، فبالتالي يوم الاثنين الجاي انا افضل ان احنا نتفق من دلوقتي على ان احنا ندي محاضره بديله ليه خلال الاسبوع الجاي باذن الله لو لي عمر. فانتوا ايه رايكم ناخده ايه؟ نشوف المواعيد المتاحه وابلغ حضرتك بيها. يعني انت اتفق مع زمايلك كده وشوفوا ميعاد مناسب لكم خلال الاسبوع الجاي ندي محاضره تانية، انا مش عايز ازود المحاضره دي قربت اخلصها عشان ان ايه برضو ما بقاش يعني اديكم جرعه جامده ومتفصلوا مني، فهي فاضل لي دقائق كده اخلص الملف ده وايه ونقف عنده كده ماشي، بس يعني انا مش هعيد تاني الكلام ده يعني، يبقى انت ما دام مسجله يبقى هم يشوفوه، ولو في اي اسئله يبقى انا تحت امركم. طيب تعالوا بقى نبص المعادله، المعادله الاولانيه نمره واحد دي قلت لكم معادله حتى كاتبها بالازرق مختلفه عن الباقيين لان المعادله ملهاش اثبات، لكن كل اللي هيحصل ان انا هجيب اي ديزاين من معادله 8 اس سكوير على ار اتش دي، وبعدين بعد ما اجيبها وافرح بيها اروح مشيك عليها ان لو الاي اللي طلعت من الحسبيه دي وزن اي مينيمم واي ماكسيمم اللي احنا جبناهم من الصفحه اللي قبل دي، لو طلعت وزن خلاص اتس اوكي، لو طلعت مش متفقه معاهم يبقى في الحاله دي انا مضطر ان انا اعمل ايه، ان انا اخد الاي مينيمم لو هي اقل من الاي مينيمم او الاي ماكسيمم لو هي تجاوزت الاي ماكسيمم. طب المعادله الثانيه دي ال اي بتساوي 10 اس في اي على ال، دي معادله الرامب، طول الرامب قد ايه، وعشان كده احنا سمينا ال في طول المماس للمنحنى الافقي سميناه ال في، هنا هنسمي ال اي يعني معناها ايه طول الايه الطول الافقي المناظر للسوبر اليفيشن اي، هذا الطول بيقاس بالملي، وعشان كده هو الحقيقه ان ال اي بيساوي 10 اس اي بس، لان الميل بتاع هذا الميل 10 اس، يعني بمعنى اخر لو الرامب دي لو القطر ماشي بسرعه 100 يبقى الرامب دي تساوي الميل بتاعها 1 الى 10 في 100 يعني 1 الى 1000، طب لو 120 يبقى 1 في 10 في 120 يبقى 1 الى 1200 وهكذا، فبالتالي الابعاد بتاعه اي هي اللي تقول لي قد ايه، لان انا بقول ان لو اي بواحد انا همشي 10 اس افقي. طب لو اي بقيمه معينه مقدره بالملي يبقى انا همشي 10 اس حيث اس هي السرعه برضو افقي، بس الطول ده هيطلع مقداره ايه بالملي مش ايه بالملي، ايوه، وال10 اس دي ملهاش وحدات، تقول لي لا ليها وحدات، ده ليها وحدات سرعه، لا ده واخد السرعه دي كرقم
اقول يعني 10 اس يعني هات السرعه كام وحطها من غير ما تقول لي ان الوحدات بتاعتها. انا بقول دي معادله امبريكان يعني اقول لك ان هي بتتناسب مع 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 السرعه واحنا خدنا معامل التناسب 10 اس. طيب يبقى اذا مع ان المفروض ان اي تطلع بالملي. والامر الغريب يا جماعه ان المعادله من الوحدات بتاعتها من الملي. هو الصوت بيقطع بس يا دكتور. تفرق عاطفة طبعا اللي بالملي دي معناها ان حديد الارتفاع هو الصوت مش واضح يا دكتور بعد اذنك. ارتفاع الصوت اختفى يا دكتور. هو الصوت مش واضح يا دكتور هاني. نمره 3 و4 مش هناخدهم. نمره 5 الرو. ما هي الرو؟ هي الكيرفيتشر. الكيرفيتشر زي انتوا خدتوه في الرياضه. معلش انا عارف انكم نسيتوا الرياضه وكرهوكم في الرياضه هم بعد ما انتوا خدتوا علوم رياضه لانهم بيعملوا لكم معامله وحشه اصلا بتوع اعدادي هندسه دول. المهم الرو هي مقلوب نص القطر. يعني الرو دكتور هو الصوت مش واضح خالص. واحد على ار اتش. الرو هي الكيرفيتشر والكيرفيتشر هو الانحناء والانحناء هو عكس ده تعريف مفهوم بسيط خالص ما فيهوش مناقشه. طب هم في سكه الحديد عندنا قال لك من الرسمة دي رسمة لمنحنى افقي نفس فيه سوبر اليفيشن على الترانزيشن كيرف اللي هو هيبتدي يربط المنحنى بالخط المستقيم. وبعدين بعد المنحنى ابتدى ار اتش افقيه بعدها راح جاي ب ال اي على 2 ثانيه وانتهى المنحنى اللي ايه اللي هنسميه ترانزيشن كيرف. الترانزيشن كيرف او منحنى الانتقال هو منحنى بيبتدي قبل بدايه المنحنى الافقي او قبل بدايته بمسافه ال اي على 2 واحنا عرفنا ال اي على 2 من المعادله نمره 2 وبعدين بينتهي بعد نقطه التماس الاصليه برضه ب ال اي على 2. طبعا المنظر ده هيبتدي عند نقطة بداية المنحنى ويتكرر مرة ثانية عند نقطة نهاية المنحنى. طيب ده الرسمة دي اسمها بلان. امال ايه الاليفيشن؟ الاليفيشن احنا رسمناه قبل كده. القضيب الاحمر لازم يرتفع قبل بداية المنحنى بحتة ال اي على 2 ويستمر في الارتفاع لغاية لما يوصل للقيمة اللي هي السوبر اليفيشن اي بعد بداية المنحنى ب ال اي على 2. يعني ال اي اللي احنا جبناها من المعادلة نمرة 2 بتتشطر نصين، نصها قبل بداية المنحنى ونصها بعد نهاية المنحنى. والكلام اللي اتعمل في بداية المنحنى ونهايته هو نفسه بيكرر من الشمال لليمين. طيب اخر حاجة بقى الكيرفيتشر. الكيرفيتشر يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن مقلوب نص القطر. طيب اذا كنت انت في الجزء المستقيم
طب الجزء المستقيم نص القطر كام؟ ما لا نهاية. طب الكيرفيتشر مقلوب ويبقى كام؟ صفر. وعشان كده في الجزء اللي قبل ما يبتدي منحنى الانتقال كان الايه الكيرفيتشر صفر. الجزء اللي كان فيه السوبر إليفيشن بصفر وكان المنحنى القضيب الأحمر والقضيب الأزرق المسافة اللي بينهم صفر كان الكيرفيتشر بصفر. طيب حاجة تاني. طيب وبعدين لما جينا في المنحنى الانتقال اللي هو الترانزيشن كيرف اللي هو هيبتدي يرتفع فيه من إي بصفر لغاية إي بقيمتها، هذا الجزء الكيرفيتشر بتاعه كمان كان نص القطر بتاعك مش ثابت. نص القطر بتاعك من المعادلة اللي قلت لكم ما تحفظوهاش اللي هي واي بتساوي اكس تكعيب على 6 ال اي ار اتش، دي معادلة الترانزيشن كيرف ما تحفظوهاش ومش هجيبها في الامتحان وليها اثبات ما ادتلكمش الاثبات دي، بديها لطلبة الدراسات العليا لانها معادلة معقدة شوية. المعادلة دي بيوقع فيها مساحيا الترانزيشن كيرف، والترانزيشن كيرف غير السيركلر كيرف. السيركلر كيرف منحنى ذو نص قطر ثابت ار اتش، لكن الترانزيشن كيرف نص قطر متغير لينيرلي من ار اتش يساوي ما لا نهايه عند اول ما ابتدى المنحنى الانتقال لار اتش يساوي القيمه اللي موجوده في راس المساله عند اخر ما انتهى. يبقى ما هو الترانزيشن كيرف؟ هو انتقال تدريجي، عشان كده سموه ترانزيشن، انتقال تدريجي لنص القطر بتاع المنحنى بتاعه ينتقل تدريجيا من ما لا نهاية عند نقطة التماس لنص القطر اللي موجود في رأس المسألة عند نهاية نهايته. يبقى بدايته بيبقى ما لا نهاية عشان بتقع النقطة بتاعة بدايته عند المماس، ونهايته بقيمة ار اتش لأن نهايته أخيرة بتقع عند نهاية المنحنى ده. طيب يبقى هذا الكلام عرفنا. يبقى الترانزيشن كيرف بيعمل حاجتين، ايه هما؟ الحاجة الأولانية نص القطر بتاعه بيتغير مش ثابت، بيتغير تدريجيا من ما لا نهاية للآر اتش. طب وما الحاجة التانية؟ ان الارتفاع بتاع القضيب الخارجي عن القضيب الداخلي يتغير تدريجيا برضو من قيمة كانوا الاثنين جنب بعض ويقعد يزيد بعلاقة خطية لغاية لما يوصل للإي بعد على بعد من ايه؟ من بداية منحنى الانتقال بقيمة ال اي على 2. طيب يبقى الرسمتين دول عرفناهم، يبقى المنظر اللي عندي دلوقتي خلص كده. نقلب الصفحة الأخيرة، هات الصفحة الأخيرة بقى خلاص كده. أنا إيه تعبتكم بس خلاص، دي متهيألي آخر صفحة. خلاص. لا ارجع لي تاني الصفحة دي. أيوه لا اطلع قدام، اطلع فوق كمان يعني. دي كده الصفحه اللي بعدها على طول، دي 5-6، دي هي دي اللي بعدها على طول. طب خلاص يبقى اللي بعدها هقول لك حاجه واحده بس هنا اهو ونقف عندها، وافتكر ان احنا ايه هنكمل دي المره الجايه باذن الله. انا طبعا عشان كمان ما ارهقكمش وعشان نسبه الغياب المنخفضه دي مش عايز اتوسع، وباذن الله. وتتفق معايا يا محمد انك تتفق بين زمايلك كده وتبعتوا لنا على الواتساب ميعاد يناسبكم وبرضه يناسبني انا، لان انا برضه عندي ارتباطات معينه، نشوف ميعاد مناسب لنا كلنا باذن الله، ناخد محاضره تعويضيه لمحاضره الاثنين بتاع شم النسيم باذن الله. طيب يبقى ايش فيوتشر دي؟ ايش فيوتشر دي هي اللي هقفل عليها؟ عباره عن يا جماعه الواحد يقدر يعرف، انا اقدر اعرف بعد دقيقه ايه اللي هيحصل لي؟ ما حدش فينا يعرف المستقبل، المستقبل ده في علم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى معنى كده ان احنا بنتكلم على ايش فيوتشر ده، احنا كده احنا بنتكلم على اللي هي ايه، احنا بنقول بريدكتد مش بروفيت، يعني انا مش بعمل نبوه، انا مش بجيب نبوه تنبأ بيها زي ما بيقولوا تنبؤ بالطقس، لا هو بيعمل بريدكت بيتوقع ممكن تحصل نقطه. انا هنا بقول على الاش فيوتشر، ايه الاش فيوتشر؟ السرعه في المستقبل. انا هقول لكم بصراحه كده، لو اي مينيمم ساوي سي الاي ماكسيمم هتلاقي معادله تتكون، هذه المعادله هيبقى فيها اش،
قلنا الايه مليون يساوي 11.8 اس سكوير اس 100، حتى قلنا ال 100 دي جت من 153% اللي هي المعامل بتاع في اي اللي هي 65 طلعت 100. طيب ده في ايه على 1500 اداني ايه مليون. طب والاي ماكسيمم تساوي 150 في ايه على اي اي. طب ما ايه على اي اي شطب خلاص ايه على 100 ايه على 1000 وايه على 1000 شطبوا مع بعض طلعت المعادله، ان المعادله دي فيها مجهول واحد هو اس فيوتشر. هذه الاس فيوتشر هي اللي احنا هنصمم عليها في المستقبل. يعني ايه بس الكلمه دي عشان اقفل على الموضوع ده، يعني ايه انك هتصمم على المستقبل؟ اصل انا دلوقتي يا جماعه لما حاجي انا هحكي لكم حاجه صغيره كده بقفل بيها الموضوع. احنا دوله قطر كنا صحاب قوي مع قطر الحقيقه وحبايب، بس هو الشيطان بقى جه وقع بيننا وبين بعض. المهم كانت قطر دي دوله صديقه جدا لنا، وقالوا لنا احنا هنتبرع لكم انه تشتروا بفلوسنا احنا 40 قاطره من اي حته وباي ثمن مفتوحين لكم انتوا كده. راح القذافي برضه ربنا يرحمه، راجل برضه كان بيحب مصر وكان بيحب بالذات جمال عبد الناصر. المهم ان القذافي راح قايل هو راخر، طب ما دام قطر عملت كده انا هبعت لكم فلوس لتشتروا بيها 40 قطر تاني، 40 قاطره مش قطر. فراح وفد من المصريين امريكا ونزلوا على اكبر شركه امريكا وراحوا اللي هي مش عايز افتكر اسمها مش عايز اعطل لكم الوقت بس. راحوا على الشركه دي قالوا لهم فين اغلى واحسن قطره عندكم؟ ما احنا مش هندفع فلوس بقى، احنا عايزين نستفيد بقى، ناخد ايه 40 قطره محترمين يعيشوا معانا سنين. راحوا جابوا لنا ايه اغلى قطرات عندهم في الوقت الزمن ده، جابوا 40 قطره من فلوس قطر و40 قطره. دي حقيقه مش بقول انا حاسس الموضوع ده بكلمكم عن حاجه انا عشان اسمها مش عارف المهم انا عايز اسمع لكم معروفه قوي شركه عالميه يعني بس دماغي مش قادر افتكر. المهم راحوا جابوا 80 قاطر، القاطرات رهيبه دخلت من على السفينه حاجه فاخره. القاطرات دي لما جينا نشغلها في مصر هنا من تقلها جت عند كوبري بنها، هوب انتوا فاكرين كوبري بنها اللي كنا بنعمل له التجديدات والصيانه؟ بصوا لا الكوبري هوب هيقع بالقاطره. ليه؟ القاطره تقيله وحملتها جامده وهكذا. وبعدين ايه بتجيب موتورها شيل يجيب سرعه جامده قوي، واحنا مصممين على الكوبري بنها على سرعه 140 كيلو متر في الساعه، ودي هتجيب اكتر من كده. فبصينا لقينا ان الدنيا اتقلبت. هات القاطرات دلوقتي ايه؟ خلينا نتخيله، لان احنا طمع قل مكانها. انت جاهز حاجه على قدك. هنا انا بتكلم على ايه؟ ان احنا مصممين الفكره بتاعتنا على سرعه طياره. طب لما نيجي نشيل القطرات دي نعيد نهد السكه الحديد دي ولا نعمل ايه؟ ده. طب ايه رايكم بقى لو احنا كنا ناس بنفكر وصممنا على السرعه اللي لما نجيب القطرات دي نشغلها على الخط دوت؟ هو ده اللي انا بعمله، ان انا هجيب السرعه للمستقبل دي واقول ان انا عمري ما هحتاج سرعه اكتر من كده. طب عمري ما هحتاج سرعه اكتر من دي تلغي الخط كله. الخط ده العمر الافتراضي بتاعه انتهى، يعني بمعنى اخر اللايف تايم بتاعه خلاص اكسبيرد، خلاص انتهى ما يكونش استعمال. يبقى في الحاله دي هنشوف بقى مسائل تطبيقات ايه الاخر الكلام ده كله. انا بشكركم وباذن الله منتظر، معلش يعني لو في اي اسئله او حاجه قبل ما اقفل، ومنتظر ان احنا نلتقي باذن الله محاضره تعويضيه عن محاضره يوم الاثنين باذن الله لو سمحنا. ألف شكرا دكتور. في أي أسئلة يا جماعة؟ في أي أسئلة قبل ما طيب معلش هطلب منك برضو اديني الغياب بتاع الناس اللي حضروا النهارده، معلش ابعتوا لي برضو لو أمكنهم. ماشي؟ خلاص حتى لو هم أربعة أو خمسة مفيش مشكلة. ماشي بس مجرد عشان أنت عارف أعمل إيه؟ هديهم